وصلنا إلى هذه الوقفة الاقتصادية في نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة، نتابع فيها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بشأن تخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيه، وأكد المركز الإعلامي انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة من الدعم، وهي 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية والتي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدا المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني وبشكل كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة. انطلق بالعاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 17 للجنة المصرية السعودية بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الفاعليات بدأت بعقد اجتماعات لفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي. قلصت مؤشرات البورصة المصرية من أرباحها بختام التعاملات، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات بقيمة 7 مليارات و300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 747.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 1.32%، ليغلق عند مستوى 11663 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 63%، ليغلق عند مستوى 1991 نقطة. الارتفاعات امتدت إلى مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 42%، ليغلق عند مستوى 3009 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.45 جنيه للشراء و 18.54 جنيه للبيع، وذلك في حين سجل اليورو ما قيمته 20.34 جنيه للشراء و 20.45 جنيه للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 24.41 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع. أما بالنسبة مشاهدين الكرام للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات وقرشان للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و91 قرشا للشراء و4 جنيهات و94 قرشا للبيع. من العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1936 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 900 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1050 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1200 جنيه، وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8400 جنيه. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولارا للبرميل، لتتخلى بذلك عن جزء من مكاسبها السابقة مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي، لكن مخاطر نقص المعروض مستمرة والتي حدت من تراجع الأسعار، وأغلقت عقود برنت منخفضة ب 14 سنتا للبرميل أو بما نسبته 12% لتصل إلى 115 دولار و48 سنتا
للبرميل الواحد. سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 111 دولار و76 سنتا للبرميل، أو بما يعادل 32% منخفضة ب36 سنتا عن مثيلتها. أنهى تساق الأسهم الرئيسية في الخليج من معاملتها على ارتفاع حاذية حذو الأسواق العالمية، إذ أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا بأربعة من عشرة في المئة، كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي سبعة من عشرة في المئة بعدما أغلق على انخفاض في الجلستين السابقتين. في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة ثلاثة من عشرة بالمئة. توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي في مايو ويونيو القادمين. ورجح اقتصاديو جولدمان ساكس، وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، رجحوا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة المتبقية في النصف الثاني من العام الجاري، ورفعها بنفس النسبة لثلاثة مرات بشكل ربع سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيغور العالمية لتجارة السلع أن سوق النفط خسرت بالفعل 2.5 مليون برميل من النفط الروسي. وأضاف رئيس المؤسسة أن شحاً في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أمريكا اللاتينية وإفريقيا بشكل خاص أن تتحمله. أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية أنها قررت وقف جميع مشترياتها من النفط أو من المنتجات النفطية الروسية في موعد أقصى نهاية العام الجاري 2022. وأوضحت الشركة والتي تعرضت لانتقادات لعدم مغادرتها روسيا، أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات إضافية في مواجهة العملية العسكرية الروسية الأوكرانية. أعلنت وزارة المالية الروسية سداد ديون عن سندات مالية دولية تجاوزت قيمتها 65 مليون دولار رغم العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على موسكو. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكد إيفاء روسيا بالتزاماتها الدولية بشكل كامل، مشيرة إلى أن استحقاق هذه السندات من المفترض أن يسدد في عام 2029. كانت وزارة المالية الروسية قد أكدت أن موسكو ستفي بشكل كامل بجميع الالتزامات في الميزانية الروسية لهذا العام 2022. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة الاقتصادية، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع يوسف عبدين وريهام الدين. شكرا مصطفى.